بابا سمعت شو قال لي؟ شفت أمير شو عم يعمل فينا؟ ما عم يتصرف هيك غير مشان يزعجنا ويضايقنا. أنا رح أتبرى منك كل العمر، عم تسمعني؟ ما بيشرفني يكون عندي ولد مثلك بلا أخلاق، ولك الابن هو اللي بيكون عمود البيت من بعد أبوه إذا صار له شيء. بس أنت أبداً ما فينا نعتمد عليك، ما حدا بيتمنى يشوف ابنه بهي الحالة أبداً. أنا خايف تبقى هيك كل العمر وتضل حسرة وغصة بقلبي لحتى موت وصير بالقبر. بفضل اتبرى منك لأنه ساعتها ببكي عليك كم يوم وخلص برتاح بالآخر. يلا اتبرى تبرى، أساساً ما بدي يكون جزء من هالعيلة، ما بدي كل هالعلاقة من الأساس. كرهان حالي لأني من هالعيلة، أنا مخنوق وما عم بتنفس بسببكن أنتو. شو هالعيشة ما بتنحسب على البشر؟ لأنه شو ما عملت في مشكلة، إذا بموت في مشكلة. لك هي حياتي أنا، ليش ما عم بتخلوني عيشة براحتي؟